والآن حان وقت الفضائح. من مصر تفضل. أمير معي. أي نعم. أرجوك سيبنا نتكلم وبعد كده رد علي في كل نقطة هقولها. أرجوك تخلينا نتكلم. طيب. سمعني. نعم سامعكم. طيب. يا شيخ أمير أنا بقالي كتير بسمعك وبسمع شيوخ السنة. أنت قلت لنا إن منهج السنة ملخبط ومليان تناقضات. وتعالوا المنهج الشيعة وصارت عليه مستقيم. انت قلت لنا كده صح؟ طيب انا دلوقتي كل ما بسمع حاجة عن الشيعة انا مش عارفة انتوا بتقولوا ايه؟ يعني مين علي بالنسبة لكم؟ علي بالنسبة لكم المعصوم الصحابي ولا خالق الكون؟ انتوا القرآن بالنسبة لكم شوية تقولوا كتاب الله وشوية منكم تقولوا لا ده محرف. ما اعرفش الكسر الضلع مش لاقيين فيه روايه ضعيفه وعايزين ان انا اصدقه. الغائب المعصوم عندكم شويه ده حجه وده غائب وشويه تانيين بيقولوا لا. طب انا اصدق مين؟ طب انا اروح فين؟ انا مش عارفه. طيب انا مش عارفه. انا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأحمال الثقيلة وأنا أريحكم. أنت أنا أعرفكم صار لكم أسبوعين ثلاثة تدافعون عن مصحف عثمان. كلمت معك قبل كده في المصحف وكلمت معك قبل كده في الموضوع بتاع الولايات التكوينية وقلت لي روحي واسمعي. أنا كل ما بسمع شيخ بلاقي بيقول حاجة غير التانية وكل شيخ بيقول اللي بيقول حاجة التانية. أنا بعدت من كتر سماع المناظرات وتعبت من كتر سماع الشعب حوالي 6 شهور ولا حاجة بسمعك وبسمع شيوخ الشيعة وبسمع المناظرات شيوخ السنة. طيب أنا خلاص السنة وحشة والصحابة وحشين. طيب هروح الدين الشيعي. أنا هو ده الدين الشيعي ولا الدين أمين ولا ده ياسر ولا ده أحمد سلمان ولا مين أنا مش عارفة. واحدة. أنا مش عارفة. تكون بيدي للجنة يعني ولا إيه؟ لا 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 لا. شوفي أنت الآن إذا توصلت إلى أن دين السنة هو دين منحرف وهو كذلك فأنت لا نطلعي من السنة. توقفي. إذا لا سامح الله ملت في هذه اللحظات الله عز وجل سيكون حسابك حساب خاص. كيف؟ حسابك من اكتشف الحقيقة وابتعد عنها ولكنه ما زال في الطريق للوصول إلى الحق. أما أن تموتي وأنت معتقدة أنه دين محرف وما زلت متمسكة به فإلى نار جهنم فورا بدون كلام بدون تفاهم أصلا. فأنت الآن طريق النجاة إليك أنت الآن تكونين لا دينية أو لا مذهبية صيرين.